السلام عليكم، معكم المنتصر. اليوم عندنا التلفاز، ها هو كما تلاحظون هو من نوع سامسونج LE 46F 86 PD. سوف أقوم بتشغيله. يشتغل معي، انظروا إلى هنا، هو يشتغل ولكن الصوت موجود والصورة غير موجودة، يعني لا تظهر خلفية الشاشة. فعند ملاحظة الصورة فستجد أن الصورة موجودة ولكن خلفية الإضاءة غير شغالة، فبه مشكل أن خلفية الإضاءة غير شغالة. فهذا من نوع LCD. سوف أقوم بفتح التلفاز إن شاء الله. فهو التلفاز بعدما قمت بفتحه سوف أقوم بفتح حتى هذا الغطاء الحديدي، فكما تلاحظون هو التلفاز من الداخل. فالانفرتر الإضاءة هو هذا. فهو التلفاز بعد أن قمت بفتحه كما تلاحظون هنا عندي كارت كنترول، وهنا عندنا لوحة التغذية أو الأليمونتاسيون، وهنا عندنا التيكون، هو هنا. سوف أقوم الآن بتغذية، يعني بإيصال الكهرباء إلى هذا التلفاز. أقوم بتشغيله وألاحظ الفولتيات كلها سليمة، كما قلت بأن به صورة، إذا لا داعي أن أقوم يعني بقياس فولتيات التيكون هل هي موجودة أم لا، لأن الصورة ظهرت لي أنا صورة ولو هي باهتة ولكن هناك صورة موجودة. فالأمور يعني المشكلة عندي في هذه الجهة فقط، أن يجب أن يقوم بإخراج لي الفولتيات التي تغذي اللمبات، يعني الشاشة، يعني الإضاءة الخلفية. أقوم بتشغيل التلفاز. اشتغل. الإضاءة غير موجودة، يجب أن تظهر معي الإضاءة هنا أو في هذا مثلا هذه الفراغات. أن ألاحظ أن الإضاءة موجودة أو هنا كما تلاحظون. أول حاجة أقوم بها هي قياس هذه المكثفات هل بها يعني 390 أو 400 فولت. ففي مثل هذا الأعطاب من هذا النوع من هذه الشاشات يعني العديد يذهب إلى هذه الجهة تغذية اللمبات. لا، يجب أن تقوم ب يعني مراقبة هذه الجهة هنا من هذا المحول وهذه المكثفات، يعني الأشياء التي توجد في هذه الجهة، القطع التي توجد في هذه الجهة فقط. لماذا؟ هذه الجهة شغالة، جميع الفولتيات عندنا موجودة هنا، يعني عندنا صورة، فطبيعي أن تكون 12 فولت أو 13 فولت أو 3.3 أو 5 موجودة. فهنا طبيعي، مسألة عادية. وكما تلاحظون فهذا الانفرتر يعني يشتغل على فولت كبير، يجب أن تكون له 400 فولت أو 390 فولت. إن لم تتوفر لي هذه الفولتية فإنه لن يشتغل معك. وهذه الفولتية من أين تأتي؟ تأتي من هذه الجهة. فهنا عندنا محول يقوم بتحويل الفولت الدخل من 220 فولت إلى 390 أو 400، يجب أن أجدها في هذه المكثفات. إن لم تكن فيجب البحث عن سبب المشكل وإصلاحه. قم بإرجاع هذه الجهة لأنها هي التي تعطي الأمر لتشغيل 390 فولت وتشغيل هذا الانفرتر. فأقوم بإرجاع هذا لكي تشتغل معي الكارت كنترول الكهرباء. أقوم بقلبها بهذه الطريقة. تشغيل. أقوم بقياس. ماذا أقوم بقياسه؟ أقوم بقياس المكثفات كما قلت.
عندنا هنا مكثفات كبيرة، انظروا معي 342. إذا كانت 300 حتى 370 تعطيك نفس المشكل، قد تعطيك نفس المشكل ولكن يجب أن تكون 300 معي، فهذه لا تكفي لتشغيل التلفاز. سوف يشتغل معك التلفاز في كل شيء، ولكن الإضاءة الخلفية الشاشة لن تشتغل معك، يعني لن تدار معك صورة، ولو التيكون به فولتيات والكارت كنترول يعني شغالة جيدا، ولكن الانفرتر الموجود هنا الذي يقوم بتشغيل اللمبات إضاءة لن يشتغل معك، لأن هذه الجهة فهي من هنا، فهذه الجهة بالكامل خاصة برفع الفولت من 220 فولت إلى 390 تقريبا. سأريكم طريقة لإصلاح. 342 لا تكفي، فعندما أقوم بإطفاء التلفاز سوف تختفي هذه الفولتية، يعني قد تجد 300 فقط. أقوم بإطفاء التلفاز من الريموت، قمت بإطفائه، انظر هي تنخفض. أقوم بالتشغيل، فهنا يجب أن تصعد إلى 390، لأن عندما تقوم بإطفاء التلفاز فهنا في إحدى المكثفات أظنها هذه، تقوم بوضع هذا هنا كي أريكم، تجد هنا 14 فولت. عندما تقوم بإطفاء التلفاز ستختفي هذه 14 فولت التي تغذي هذا الآي سي الذي يقوم بدوره بتشغيل هذه المصفطات الموجودة هنا أو الترانزستورات، وهي بدورها تقوم بتشغيل هذا المحول الذي يقوم برفع الفولت. سأريكم الطريقة كيف. كيف تقوم بتحديد المشكل من أين؟ فهي في الغالب تكون عندما تكون يعني هذه الفولتية في هذا المكثف ضعيفة، تكون في إحدى القراءات يا إما من هنا، ولكن في الغالب من هنا، فهذا الفولت عندما يخرج من هنا 390 يذهب إلى هذه المقاومات إلى أن يصبح مثلا فولت ضعيف، فيذهب إلى هذا الأي سي الذي هو بدوره يقوم بإخراج الإشارات أو الترددات إلى هذه المصفطات لتشغيلها، يعني النبضات. فعندما تكون هنا قراءة خاطئة فإنه يقوم بإخراج، يعني على أساس أنه يقوم بإخراج فولت أقل أو أكثر. عندما تقوم بإخراج مثلا 390 هنا تخرج من هنا فولت معين، فهذا الفولت معين يقوم بقراءته لكي يبقى ثابت على ذلك الفولت ولو انخفض التيار الدخل لهذا الكارت، يبقى ثابت كمثلا كفوتوكوبلور يعمل. ولكن عندما تقوم هذه المقاومات يعني تقوم بعدم أداء دورها، فإنه يقوم بإخراج فولتية ضعيفة أو أكثر، وفي الغالب تكون ضعيفة. لماذا؟ لأن القراءة التي تؤتيه من هنا فعندما يقوم بقراءتها تؤتي على أساس أنها مرتفعة، يعني يقوم بإخراج فولت مرتفع فيقوم بخفض الفولت، لذا تجد أن الفولت منخفض هنا، تلقى 340 أو 30. سأوريكم الطريقة كيف. فمثلا أنا عندي هنا مكتب، فهذه المكتبات متصلة مع بعضها، فهنا مثلا عندي مكتب، ها هو، أقوم بقياسه، قياس الفولت عليه، أقوم بتشغيل التلفاز، انظروا معي 345 أو 43. انظروا الطريقة هي أداة تكون ملامسة لك بشرط ألا تقوم بملامسة أنت هيكل التلفاز، ووضعها هنا مثلا في الأول والثاني ومرة أخرى هنا، انظروا معي 360. انظروا عندما أقوم بوضعه في هذه الجهة 368 تقريبا و70، انظروا عندما أقوم بوضعه هنا 350، فهذا يدل على أن المشكل عندي هنا. لماذا هنا؟ لأنني عندما أقوم بوضع مثلا السلك هنا ملامسته يعطي يعني يتغير،
يعني هذا الاي سي شغال وكل شيء شغال، فقط القراءة هي التي من هنا يعني تأتيه مغلوطة غير صحيحة. لماذا؟ تكون إحدى المقاومات هنا ضعيفة. لكي تقوم والطريقة الثانية لكي تقوم بقياس هذه المكاتبات، لا يجب عليك لمسها بمكواة، لأن عندما تقوم بلمسها بالمكواة فإنها سوف ترجع إلى قيمتها الصحيحة وسوف تشتغل معك التلفاز. ولكن إذا سلمتها إلى الزبون كنت قد تشتغل معه ثلاث أيام أو حتى أسابيع، ثم يرجع المشكل. لماذا؟ لأنك لم تقم بتغييرها، فقط عندما قمت بتلحيم تلك المقاومة رجعت إلى قيمتها الصحيحة، فظهرت معك 390 واشتغل التلفاز. سأريكم طريقة قياسها، عدم ملامستها بالميكروات. سأريكم. أقوم الآن بالقياس. انظروا معي، 790، يجب أن أجد كما قلنا 750. أقوم بالقياس الثانية، 700 تقريبا، هذه 46. انظروا، 775، 690. انظروا عندما أقوم ب وضع اللحام لها أو بتسخينها، لاحظوا عندما أقوم بتسخينها، فمثلا أنا الآن أريد أن أقوم بإزالتها، سوف أقوم بتسخينها بالهوت إير أو بالمكواة. لاحظوا معي عندما أقوم بالقياس، أريكم مثلا، انظر معي هذه مثلا 800، هذه كبيرة في القيمة، انظر لم يبقى لها شيء وتصبح أميجا يعني 1000 كيلو، 840، وهذه 743 تقريبا، هذه صح سليمة، يعني شيء قليل، خطأ بسيط، 762 قيمتها ارتفعت، نزلت 600 و تقريبا 75 او 74. فعندما لاحظوا معي عندما اقوم بتلحيم هذا الجهاز قد تظهر معي هنا تغيير في الفولت الخارج. سأقوم تلحيم هذا المسار الذي قمت بتقطيعه بينهم، قمت بتلحيمه حتى هي وقياس. أقوم بتشغيل والقياس. انظروا معي 390، بمجرد إعادة تلحيمها أو تسخينها سوف تظهر معك 390 هنا فولت، لأنها رجعت إلى قيمتها التقريبية الصحيحة، فهي قيمتها الحقيقية في هذه المقاومات 750 كيلو. انظروا، في هذه الحالة سوف يشتغل التلفاز، لأن لماذا؟ لأن هنا ارتفع الفولت، فكان هنا كما تلاحظون أرى 346. فهنا في هذه الحالة عندما تأتيك تلفاز مثل هذه تقوم بإزالة هذه المقاومات وقياسها، فعندما تقوم بإزالتها بالمكواة وقياسها فإنها ترجع إلى قيمتها، سوف تجدها إن قيمتها صحيحة وتقوم بإرجاعها ويشتغل معك التلفاز، وتظن أنك قمت بتلحيم شيء أو عندما قمت بإزالتها وإرجاعها قمت بتلحيمها جيدا اشتغل معك، ولكن عندما تقوم بتسليمه للزبون سوف يشتغل 3 أيام أو يومين أو أسبوع وسوف يسقط في نفس المشكل، وسوف تأتيك التلفاز وتقوم بنفس العملية ولا تدرك بأن هذه المقاومات إذا قمت بتسليمها
تسخينها بالمكواة ترجع إلى قيمتها، ولكن تبقى تنخفض تدريجيا. فهذا التلفاز إذا تركته بهذه الطريقة سوف يشتغل إلى يوم الغد، وإذا قمت بإطفائه حتى 3 أيام عندما أقوم بتشغيله سوف يشتغل معي، ولكن هذه المقاومات سوف تنخفض قيمتها تدريجيا مع يعني 3 أيام أو أسبوع. فالطريقة كما قلنا، طريقة التشخيص أو البحث عن هذه المقاومات أين هي، فقط تقوم بوضع الأسلاك أقطاب الملتيمتر في هذه المكتفات، وتقوم بقياس بإحدى المقاومات بيدك أو بشيء يكون ملامس لك، ولا تكون أنت ملامس لشيء آخر يعني كإطار هذا التلفاز. فإذا لاحظت أن هناك ارتفاع أو انخفاض في الفولت في الخارج هنا، اعرف أن تلك المقاومات لا تقوم بإعادة لحام بها أو إزالتها بالمكواة أو بالإرشو أو الهوت إير. قم بإزالتها وتغييرها فقط، أو قطع مساراتها والبحث عن المقاومة التي بها مشكل. فأنا بهذه الطريقة قمت يعني بعمل مشكل. لماذا؟ لأني يجب علي أن أقوم باستبدالها بالكامل تقريبا. لماذا؟ لأنني قمت بتسخينها، فهنا يعني لم يعد عندي أي عندما أقوم بقياسها لن ألاحظ أي مشكل. فهي المقاومات التي ذكرت 750 كيلو 7503، فهي 4 مقاومات. أو المسار الذي قمت بقطعه لكي أقوم بقياسها لأريكم، فأنا أقوم بتغييرها بالكامل أو أقوم بقطع وقياس، وإذا وجدت أن إحدى المقاومات بها مشكلة أقوم بتغييرها هي فقط. ولكن إذا قمت بتسخين أو إعادة اللحام لها فقم بتبديلها بتغييرها. فإذا قمت بإعادة لحام لها أو إزالتها بالمكواة فيجب عليك تغييرها بالكامل، يعني 4 مقاومات. لماذا؟ لأن قيمتها تغيرت بفضل الحرارة أو مع ملامستها للمكواة تغيرت قيمتها، فقد تشتغل لفترة ويرجع لك نفس المشكل. كما تلاحظون هذه المقاومات القديمة، هنا مقاومات جديدة سوف أقوم بتركيبها. فهي قمت بقياسها قبل إزالتها، وطبيعي أن تبحث في بوردات قديمة ولكن قد تجد نفس المشكل. هادو هما سبب هذا المشكل، عدم اشتغال إضاءة التلفاز.
أو عدم اشتغاله بالكامل. فبعض الأحيان قد لا يشتغل معك التلفاز لأنها تكون الفولتية ضعيفة جدا، خرج تكون فقط 300 أو، فلا يستطيع الإقلاع، يشتغل ويعطيك أن به مشكل وينطفئ. قم بتلحيم هذا المصار الذي قمت بتقطيعه. تشغيل التلفاز، عندنا الناقص هنا والزائد هنا، انظروا معي تقريبا 390، فهنا عندنا 300 تقريبا و89 أو 88، فلا بأس. فهنا سوف أقوم بإرجاع هذا الكارت أليمونطاسيون أو كارت التغذية إلى مكانها والتشغيل. أقوم بتشغيل التلفاز. كما تلاحظون الإضاءة اشتغلت، أنا ظهرت لي كما تلاحظون من هنا، سوف تلاحظون الإضاءة مشتغلة أو من هذه الجهة كما تلاحظون. ها هي، هذا يدل على التلفاز شغال. أقوم بإطفاء، سوف تلاحظون معي، انظروا في هذه الجهة هنا، قمت بإطفاء التلفاز كي أريكم، انظروا في هذه الجهة فقط هنا، أقوم بتشغيل. إذا أدخل فيها الشاشة اشتغلت. قم بملاحظة الصورة، هل هي موجودة أم لا؟ كما قلت إضاءة هنا موجودة، وأقوم برفع التلفاز. فالتلفاز شغال، كان العطب فقط من هذه المقاومات، هاي كما تلاحظون، فهي صغيرة في الحجم وتكون هي سبب هذا المشكل. وفي الغالب بعض التقنيين يقومون عند قياسها، يعني بإزالتها بالمكواة وقياسها، فعندما تقوم أنت بإزالتها بالمكواة فإنها ترجع إلى قيمتها الصحيحية، عندما تقوم بقياسها سوف تجدها أنها سليمة ليس بها مشكل، فستقوم بإرجاعها، وعندما تقوم بإرجاعها يشتغل معك التلفاز، وتظن أنك عندما قمت بتلحيمها أو عندما قمت بتلحيم شيء ما كان ذلك هو السبب، ولكن عندما تعطيها للزبون كما قلت 3 أيام أسابيع سوف يرجع نفس المشكل، وسوف تقوم بنفس العملية إلى أن تقوم بتغيير الكارت بالكامل، ولكن كما تلاحظون فهذه الكروت أصبحت قليلة ليست موجودة، يعني هي قليلة جدا، فطريقة إصلاحها سهلة بهذه الطرق، فقط ما عليك إلا اتباع مثل هذه الطريقة التي قمت بها، وهي ملامسة أرجل هذه المقاومات، إذا لاحظت أن الفولت يعني يرتفع وينخفض فتلك الجهة هي التي يجب تغييرها، قم بقطع المسارات بينها لتسهل، يعني لتقوم يعني بقياسها بقياس سليم، إذا وجدت إحدى المقاومات منها منخفضة أو مرتفعة قم بإزالتها تغييرها من بوردة أخرى، وعندما تقوم يعني بالرجوع إلى بوردة أخرى لإزالتها منها لا تقوم بتلحيمها، قم بنفس الطريقة قطع مساراتها وقياسها، إذا وجدت أنها مضبوطة نفس الرقم نفس القيمة التي فيها
في تلك الحالة قم بإزالتها بالميكروات أو بالهوت اير، يعني الاير شو. أنا أريد مثلا أن مثلا أريد أن أقوم بإزالتها من بوردة أخرى، فقد تكون في البوردة الأخرى نفس المشكل، فعندما تقوم بإزالتها من بوردة أخرى لتغييرها تقوم بإزالتها بالميكروات وقياسها، عندما فتلك الطريقة غير ناجحة، سوف ترجع إلى قيمتها، سوف تجد أنها سليمة، تقوم بتركيبها نفس المشكل. لا، قطع المسارات وقياس، يا إما في البوردة التي تشتغل عليها، في الكارت التي تشتغل عليها، أو في الكارت التي سوف تسحب منها تلك المقاومة، قم بقطع وقياس، لا تلحيم أو إزالتها بالمكوات أو بأداة بأي أداة أخرى، قم بقطع وقياس، سوف تجد أنها بها مشاكل. أي كارت من هذا النوع إذا رجعت لها لكي تقوم بإزالة مقاومة كبيرة الحجم 700 أو 400 كيلو أو أميجا، يعني 1000 كيلو، سوف تجد أن قيمتها يعني يا إما مرتفعة يا إما يعني منخفضة. لذا يجب عليك قطع وقياس إلى أن تجد السليمة منها، يعني نفس القيمة نفس الرقم، فتلك التي يجب عليك تغييرها. شكرا. هو الحمد لله التلفاز شغال، كان المشكل فقط من هذه المقاومات، كانت هي سبب تلك الكارت في عدم ظهور 390 فولت، فإذا كان أقل من 370 فإنها لن تشتغل معك خلفية الإضاءة، وفي بعض الموديلات قد تشتغل وتنطفئ وتظن أن المشكل عندك في اللمبات أو في الانفيرتر، وهو فقط في كارت كنترول، في كارت الاليمونتاسيو هي السبب. تجد أن الفولتيات كلها موجودة، كاين الفولت بعد الكروت التي بها في لوحة التغذية، كارت التغذية 24 فولت تذهب إلى الانفرتر، تجد أن 24 موجودة ولكن 390 غير موجودة في المكتف الكبير، و 24 موجودة، فتشتغل معك التلفاز وتنطفئ وتظن أن المشكل في عندك في اللمبات أو في الانفرتر، وهو فقط عندك مشكل في هاد مقاومات التي تقوم بقراءة خروج الفولت، هاد 390 ويعني كإشارة أو فولت ضعيف يعني يخرج ويذهب إلى IC الذي يقوم بتشغيل هاد 390 فولت. فإذا وقع مشكل في هاد المقاومات، يعني ضعفت انخفضت أو ارتفعت قيمتها، فإن القراءة تصبح خاطئة، فقد تنخفض هاد 390 وتعطيك مشكل أن عدم ظهور الإضاءة أو تشتغل وتنطفئ، يعني تظهر الصورة وتختفي، أو عدم اشتغال التلفاز بتاتا، يعني تظهر الليد أحمر هنا، وعندما تقوم بتشغيل يعني يعطيك صوت أو إشارة أنه يشتغل ثم ينطفئ. أقوم بإطفاء التلفاز قبل أن ينطفئ، أقوم بتشغيل، هو يشتغل معنا، سأوريكم. والسلام عليكم.